قام متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعبئة 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس جديدة لإرسالها إلى أهالي غزة، وذلك بنادي الفيروز وعلى ضفاف بحيرة التمساح بالإسماعيلية. ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في غزة، وشارك في التعبئة مئات المتطوعين من الشباب والفتيات في إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية. بنعبي 3500 كرتونة مختلفة، 1500 كرتونة إطعام، 1000 كرتونة دواء، و1000 كرتونة ملابس لإخواننا وأهالينا في غزة، إن شاء الله ربنا يتممها على خير. وكل الشباب اللي موجود معانا ده كله شباب متطوع للخير وجاي عشان يقدم حاجة لأهالينا في غزة